ضمن الاستعدادات للحشد والمشاركة بمهرجان التأسيس للمؤتمر الشعبي العام، نظم مكتب التربية بمديرية ريم مهرجانا حاشدا بمشاركة القيادات المؤتمرية والتربويين وأعضاء السلطة المحلية. بمختلف الأعمار كبارا وصغار، شيوخا وشباب، عازمين الانطلاق والمشاركة في مهرجان تأسيس المؤتمر الشعبي العام بالعاصمة صنعاء للذكرى 35 في 24 من أغسطس الجاري. خلال مهرجان جماهيري حاشدا شاركت فيه كل القيادات التنظيمية والسلطة المحلية والقواعد والأنصار، وبإشراف مكتب التربية بالمديرية، وبحضور مشرف القضاء التاسع للمؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب. وصولا الى 70 سنؤكد شعبي على اعتراضنا. لان الاعتراض اصبح رمزا مهموسا لما رمز الاباء والكرامه، رمز الحريه، رمز الديمقراطيه، رمز التحدي والصمود. في هذا اليوم نلتقي في هذا اللقاء الموسع لمناقشه الترتيبات النهائيه للحشد الجماهيري الكبير للمهرجان الذي سيقام بميدان السبعين. واستعرض المشاركين ادوار المؤتمر الشعبي العام في احلال الامن والامان والبناء والتنميه بقياده ربان السفينه الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهوريه الاسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام. يا ريم نتوجه يوم الخميس الى ساحه السبعين. سلام يا ابو حمد يا نجم يا ذي بديت. سليت قلب اليمن والليل بدي يدك اسلم عليك وشكرا على الصمود يديك. احتجتنا اليوم في مديريه كريم من اجل الزعيم والمؤتمر، وهذه توصيه من جدي لابي ومن ابي الي ومني لاولادي، انه نحن مع المؤتمر حتى اخر نفس في اعناقنا. المؤتمر قدم خيره رجاله الى الجبهات، ولا زال قدم الكثير من اجل الدفاع عن الوطن ومواجهة العدو السعودي وتحالفه الذي اعتدى على الوطن من 3 أعوام، وقتل الأبرياء من النساء والأطفال ودمر البنية التحتية، ناهيك عن الحصار الجائر لمختلف المنافذ. الفعالية تنوعت بالفقرات والكلمات المعبرة، فيما كان الشعر حاضرا وبقوة من قبل شعراء أرض يحسب بمدينة يريم. هنا ميدان الحزب المفضل، هنا مساجد صرح الأخوة، هنا الحج اليماني المبجل. والمنجز الأكبر بأن كل افتخر وحدة وطننا من جنوب والشمال والنور أشرق من سقطرة لا شفر. لله قدرك يا زعيم يا صاحب الرأي الحكيم، ذكرك تاريخ الحرب المواجهة جهك مقام. وفي البقعة الخضراء من أرض يحسب 80 سدا يقطف الماء سائلا، سيول بشرية تتوجه إلى العاصمة صنعاء من أبناء يريم وعموم الوطن للمشاركة في المهرجان الأكبر في تاريخ اليمن من أجل إيصال رسائل العدوان وأذياله. نحن هنا في ميدان الأحرار والشرفاء، أما أنتم فالأجنحة والفنادق هي مكانكم الدائم. لقناة اليمن اليوم، سمير المسكري.